إذا على بركة الله مشاهدينا وفي مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من هنا من المدينة القديمة. دائما المشكل اللي كيهدد راحة وبال الساكنة، ماشي فقط ساكنة المدينة القديمة، كل الأحياء الشعبية، كل الأحياء القديمة اللي مهدة بالسقوط. فمرة أخرى هذا المشكل كيطرح نفسه بقوة. واحد السيدة اللي طاح عليها بلافو السقف ديال البيت ديالها حفظ الله، مشات العديد من المرات توجهات للسلطات، السلطات ما دارت معها حتى شي حاجة كما غتسمعوا على اللسان ديالها، فقط التسويف 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 التسويف، سيري غنجيو سيري غنجيو سيري غنجيو، ما كيجيو ما والو. وبعض الأحيان كتقول لك أنا كنمشي ما كنلقاهمش، يعني حياته في خطر. كنتمنى انكم تبقاو معنا. غير حاجه واحده، ربما الويفي ما يكونش هنا حيت احتياط، ربما هاد المنازل ما كيكونش فيهم الويفي، فاذا ما كانش الويفي غادي يرجع باش نحاول انني ناخذ الكلام ديالها هنا في الباب. كنتمنى انكم تبقاو معنا مشاهدي الاوفياء. السلام عليكم. سلام سيدي. شوف سيدي الله يرحمه عليك، شويه وغادي واخا امويتي قول لي دابا انت كتمشي عندهم؟ كنمشي عندهم وما كنلقاهمش، بزاف تيجي جاي ما كيجيش. كيقول لك انا جاي ما نجيش. داك البلافون اللي طاح عليك ديال هذا البيت، هذا اللي هنا ديال البيت اسيدي من جيرك على عينك. ورا شتو شتو امتى وقع لك هادشي يا مولاتي؟ وقع انا نهار الاثنين بحال هادشي. نهار الاثنين بحال هادشي؟ نهار الاثنين بحال هادشي. يعني قولي الاثنين اللي جاي سيمانه. سيمانه سيمانه. واخا وانت ملي كتمشي عندهم شنو كتقولي لهم؟ كنقول لهم كنبرك حتى العيا، حتى ما كاين حتى واحد ونجيب حالك. كطيحي حتى عيا ونكرجلك وتجيب حالك. صافي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واش شنو كيتسناوك تتموتي هنا مولاتي؟ ما عرفت لاقي الا تعاد يجي يدفنوني ولا شنو. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ملي مشيتي يا مهمتي معاك معاك كتمشي؟ واش كتمشي الصباح ولا العشيه؟ مع 11 12 كيقول لك ما بقاين بقى بارك بارك تنعي ونجيب عليك، ما كاينش ملي تلاقيت معاك قلت لها طيبيها كانوا بلا ما تسمي. صافي عاد اللي جاي باش تمشي. يعني كيقول لك انا جاي وما كيجيوش، كيقول لك انا جاي وما كيجيش. طيب اللي عليه. لا بلا ما تسمي بلا ما تسمي، عاد ممكن يقول لك انا جاي ما كيجيش. لا حول ولا قوة الا بالله. وهاد هاد السقف عندك متى طاح الحاج؟ نهار الاثنين. نهار الاثنين طاح. نهار الاثنين. نهار الاثنين. شحال وانت ساكنه هنا يا مولاتي؟ شحال؟ انا راه جايه قلت لك رجيت بنت خمس بنت 18 جيت هنا لهاد الدار، راه فيها 70 عام وانا فيها. 70 عام؟ 70 عام. يعني جيتي بنت 18 عام؟ 12. 18 عام؟ ايه 18. دفنتي الشباب ديالك كله هنا؟ هنا. لا حول ولا قوة الا بالله. لا يعني واخا تواصلتي مع موالين الدار المهم قلتيها لهم؟ باقا ما قلتهاش لهم موالين الدار، قلت لك باقا ما عيطتش لهم. باقا ما عيطتيش لهم؟ اه. لا حول ولا قوة الا بالله. ولكن ما فهمتش دابا هادو ملي كتمشي عندهم وما واش كيقولك تسناي ولا كيقولك سيري غنجيو؟ لا كيجيش، كون بغا يجي كون رجع هاد الساعة يقول لك غنجي نمشي هاني تابعك ولا شي حاجة. انا ملي لقيتو قلت ليها رجلي هكا. بلا ما تسمي. دابا ملي كتلقيهم، دابا ملي مشيتي عندهم كيقولك سيري حنا جايين. اييه انا جاي وما يجيش. لا حول ولا قوة الا بالله. انت يا مولاتي هذا هو البلافون اللي طاح ياك؟ اييه. هو وبان لي حتى السقف هذا تا هو راه مبوط تا هو. داكشي اللي شاف عندك راه بان لي السقف عندك راه تا هو مبوط الحاج. كلشي تا هو مبوط مولاتي. كيدور كيدور الماء. تا هو مبوط راه خطر. ايوا. يعني انت دابا كتقولي 70 عام وانت هنا؟ 70 عام هنا. وهاد الدار لقيتيها مبنيه؟ مبنيه. فاش جيتي لقيتيها مبنيه شحال؟ عندها سنوات تاهي. عندها 100 عام وصرف. يعني 100 عام وصرف. اه. يعني المهم انت راه خاصك هنا خاصك شي حل، لانه ها انت راه كنشوف هنا هاد الشيء راه مفرقع هنا. ها انت راه مفرقع هنا. راه شتو شتو مولاتي شتو 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 شتو. وما عرفتش انا والله ما عرفتش نقول لك حق الله. انا كنتمنى انه السلطات المحليه تاخذ هذا الشيء بجديه كبيره وبعين الاعتبار. هاد السيده مسكينه مراه كبيره هاي ما قدرتش توقف. مهمتي
ما قداش تشوف فيهم ويمشي. حسيت وقتها الوقفه ما قداش تشوف. انت ديري كرسي، ديري كرسي. لا خليك. لا لا ديري كرسي، لا انت ديري كرسي يا مولاي. انا حسيتك، حسيتك ما قداش تشوف. اي عرفتك، انا حسيتك يا مولاي ما قداش تشوف. انا حسيتك، ها وليت تحتك، لا وليت تحت مولاي. وراه شوف حالة الناس هادو، راه خاصهم يجوا للإدارة، خاصهم يجوا للإدارة، خاص الغرض ديالهم مساكن يتقداو، خاصهم يوقفوا للإدارة، خاص غرضهم يتقدا. هادو راه حشو حشومة كبة من الشيب كما كنقولوا حنا بالدارجة المغربية. مرا كبيرة مسكينة 70 سنة ما قادرش توقف، وكتمشي تبقى واقفة في الإدارة، راه عيب وعار، وحق الله إلا عيب وعار. وسير حتى نجي، سير حتى نجي، ديما الإدارة عندنا بحال هكا، سير حتى نجي، سير حتى نجي، سير حتى نجي. وكنتمناو انه هذه الرساله تكون وصلت، وهذه السيده هذه يتعاملوا معها. راه بالعكس، هذه المراه الناس اللي خصهم يتنقلوا عندها، هما اللي خصهم يجيو عندها، ماشي هي تمشي عندهم، هما خصهم يجيو عندها يعرفوا اشنو واقع لها. وكنتمناو ان هذه الرساله دي تكون وصلت، والرساله ديال امي باركه تكون وصلت. امي باركه، شنو 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 بغيتي دابا؟ شنو بغيتي غادي تشوفوا؟ الله يعاونهم. انا ما غير ما بغيت يجيو، انت بغيتي يشوفوا اش واقع. صافي، انا بغيت يشوفوا اش واقع. ياك اموتي، يعني قبل ما توقع شي كارثه الله يستر. ايوا داك الشيء، حنايا كنضلوا هنايا ما عرفناش. قال مولا العمر بيد الله، العمر بيد الله امي باركه. واخا اموتي، واخا 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 اموتي. المهم راه الرساله راه غتكون وصلت، وكنتمنى ان هاد الناس يجيو عندك يتفاعلوا معك ويشوفوا شنو واقع لك امي باركه. اذا حنا بالدور ديالنا باش ما نطولوش على السيده، راه مسكينه عيانه. كنتمنى ان الرساله تكون وصلت، ونتمنى ان السلطات المحليه هنا بالمنطقه ديال عمليه تراب عمليه مقاطعه الدار البيضاء انفا، وبالضبط المنطقه ديال هنا ديال منطقه درب حمام. فكنتمنى انه الرقم ديال الدار 55 درب حمام الزنقه 28، الزنقه 28 رقم 55. نتمنى انهم ياخذوا هادشي بعين الاعتبار. وبحال هاد الناس هادو مساكن، انتم لاحظوا راه بنادم مسكين، لا حول ولا قوه الا بالله. الله المستعان، الله المستعان. راه ما تبقاوش انتم والزمان على هاد المواطن، راه بنادم مغلوب، الله يحسن العوام، بنادم مغلوب، بنادم مقهور، مضاربه مع الوقت، مضاربه مع الزمان، ما قادش يوقف. الزمان غالي وكلشي غالي. وكنتمنى ان الرساله تكون وصلت ديال هاد السيده هادي، والسلطات المحليه تاخذ هاد الشيء بعين الاعتبار. اذا ما بقى لي الا وداكم، الى اللقاء بكم في بث مباشر اخر. مصطفى القرناوي من طاقم شوف تيفي، من هنا من المدينه القديمه، يحييكم، الى اللقاء.